وأوكرانيا بدأت بتحريك جيشها والتوجه إلى حالة الطوارئ الكاملة من أجل مواجهة الغزو الروسي المحتمل الذي ممكن أن يواجههم في أي لحظة من اللحظات. وهذه كلها جاءت بعد التوجهات وتحركات واضحة جدا وقرار من الولايات المتحدة الأمريكية بفرض حزمة من العقوبات على روسيا هي وعدد من الدول، وذلك بسبب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بفرض والاعتراف بالأحرى بلوغانسك ودانييتسك في إقليم دونباس، واعتبر هذه المنطقتين المهمتين كجمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، بالإضافة إلى أنه أرسل القوات الروسية إلى داخل إقليم دونباس كقوات حفظ سلام. وهذا ما أغضب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم، واعتبر بأن هذه القوات لا يمكن لنا أن نطلق عليها قوات حفظ السلام، وذلك بسبب أن أوكرانيا لم توافق أساسا على كل هذه التحركات الروسية التي تمت بهذا الشكل. الولايات المتحدة الأمريكية لم تكتفي بقضية العقوبات، لا أبدا، بل هي قامت بإرسال 800 جندي أمريكي بالإضافة إلى 8 طائرات من طائرات F-35 الشبح مباشرة إلى منطقة البلطيق. ومنطقة البلطيق أقصد هنا هي الدول المطلة على بحر البلطيق. بالإضافة إلى ذلك هو أرسل أيضا 32 طائرة مروحية من الطائرات الهجومية الأمريكية إلى بولندا وإلى المناطق الشرقية الموجودة من أوروبا، وذلك من أجل التصدي لأي غزو محتمل من قبل فلاديمير بوتين مباشرة على أوكرانيا. وهذا الأمر أساسا تحدث عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال بأن فلاديمير بوتين سيقتحم أوكرانيا وسيغزو أوكرانيا بأكملها، ولن يكتفي بما تحصل عليه، وأن إقليم دونباس هو بداية لهذا الغزو. وهذا الأمر اتفقت معه تماما فيه ليز تراس، وهي وزيرة الخارجية البريطانية التي قالت نفس الشيء، وقالت بأننا نرى بأن روسيا فعلا ستقتحم أوكرانيا بالكامل. وهذا ما دفع بسرعة كبيرة للغاية الرئيس الأوكراني زيلينسكي، الذي قام باستدعاء جميع جيش الاحتياط الموجود في أوكرانيا حتى عمر 60 عاما لكي يساندوا الجيش الأوكراني، بل إنه أيضا توجه مباشرة إلى البرلمان الأوكراني للطلب على موافقة البرلمان بشكل مباشر على قضية مهمة، وهي مرتبطة بالموافقة من قبل البرلمان الأوكراني على المصادقة في قضية مهمة جدا، ألا وهي عملية الحالة الطوارئ لمدة 30 يوما كما تلاحظون هنا وكما ثبتته رويترز. بل إن حتى هذا الرجل وهو وزير الأمن والدفاع الوطني هو طلب من البرلمان الأوكراني أن يوافق خلال 48 ساعة القادمة على كل هذه الإجراءات التي نتحدث عنها والتي يبحثون عنها من خلالها إلى حالة الطوارئ طبعا بكل تأكيد. هذا الأمر طبعا، ويجب أن ننتبه إلى قضية مهمة، هو كل هذه التحركات التي نتحدث عنها من حالة الطوارئ إلى هذه القضية التي تجري من تحركات كبيرة جدا من قبل الأوكرانيين، هي تأتي لسبب مهم جدا، بسبب التحشيدات الهائلة التي تجري من قبل فلاديمير بوتين القيصر الروسي على الحدود بين بيلاروسيا وكذلك مع أوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك إلى شبه جزيرة القرم بهذا الاتجاه، تحشيدات كبيرة جدا. دعونا نذهب إلى هذه الحدود الموجودة بين بيلاروسيا بكل تأكيد وبين أوكرانيا. في هذه الحدود عندما نقترب منها سنلاحظ بأن هنالك نقطتين مهمتين هي التي تجري فيها عملية التحشيد الكبيرة جدا. سنلاحظ هذه النقطة وهذه النقطة، هذه هي عبارة عن قرية، وهي قرية طبعا يطلق عليها فيليكي بوكوف، التي اهتمت بها النيويورك تايمز، والنيويورك تايمز اهتمت بها في حقيقة الأمر يوم أمس، وهي نشرت صورة من صور الأقمار الصناعية القادمة. هذه الصورة طبعا من ماكسار تكنولوجيز، هذه الصورة طبعا التي أخذوها طبعا هي توضح بأن هنالك تحشيدات كبيرة جدا من قبل القوات الروسية بكل تأكيد، وبالتالي بالقوة طبعا كما نلاحظ هنا إذا ما توجهنا إلى هذه الصورة من القمر الصناعي سنلاحظ هذه هي القرية التي نتحدث عنها، وهذه هي المنطقة التي ركزت عليها ماكسار تكنولوجيز بشكل مباشر. وإذا ما حاولنا أن نقترب من هذه المنطقة تحديدا لكي نتعرف على طبيعة التركيز الذي ركزوا عليه هنا بكل تأكيد، سنلاحظ بأننا أمام هذه المنطقة التي ترونها بهذا الشكل. لنقلب الصورة قليلا لكي نلاحظ ما الذي جرى هنا، وخاصة وأنهم قاموا بتحليلات من 2 فبراير وحتى 22 فبراير، وسنلاحظ هذه الصورة هي قادمة
من 2 فبراير، وبعد ذلك طبعا مباشرة ظهرت الصورة مختلفة في 22 فبراير. كما تلاحظون الآن ستظهر لدينا الصورة هنا، سنلاحظ بأننا أمام تحشيدات كبيرة للقوات الروسية هنا بهذا الاتجاه إذا ما اقتربنا لها أو اقتربنا منها قليلا. بحسب الماكسار تكنولوجيز سنلاحظ بأن هنالك تحشيدات هائلة جدا من القوات الروسية موجودة هنا بهذا الاتجاه، وهذا يعني باختصار شديد جدا بأن هذه القوات وهذه القاعدة في موقع هجومي وموقع متقدم من الحدود بين بيلاروسيا وبين أوكرانيا، لأن هذه المنطقة هي تبعد تقريبا 25 ميلا فقط، أي بما معنى ما يقارب 40 كيلومترا من الحدود الأوكرانية قادمة من بيلاروسيا مباشرة. أما إذا توجهنا إلى هذه النقطة تحديدا، وهي نقطة إلى قرية أخرى، وهي اسم هذه القرية طبعا براهن، جاءت منها طبعا صورة واضحة جدا، وهي توضح من هذه الصورة ومن المصدر يتحدث عن أن هنالك طائرات مروحية بهذا الاتجاه التي ترونها هنا. هذه الطائرات المروحية قدرت ب30 طائرة مروحية، وهي من نوعية KA-52. وإذا ما أخذنا عددا من الملاحظات هنا، سنلاحظ بأن هنالك مرتفعا بسيطا بهذا الاتجاه، مما يلاحظ بأنها يوضح بأن هنالك كأنها بجانب طريق بهذا الاتجاه. وكذلك إذا ما أخذنا هذه المنطقة المفتوحة مع حقيقة أن ليس هنالك بنايات، هذا يوضح بأنها ليست موجودة في القرية نفسها، وإنما هي موجودة في طريق عام. إذا ما ألقينا نظرة هنا على براهن بهذا الشكل، هذه هي براهن التي نتحدث عنها، دعونا نقترب من هذه المنطقة بهذا الاتجاه التي تبدو قريبة نوعا ما من الصورة التي نتحدث عنها والتي وضعنا عددا من العلامات فيها بهذا الشكل. وإذا ما طبعا قلبنا الصورة قليلا، من هذه الصورة التي نلاحظها قد تبدو غير متشابهة مع الصورة التي قمنا بعرضها لكم، سنلاحظ طبعا بكل تأكيد بأننا هنا أمام هذه الصورة التي توضح بأننا هنا أمام هذا المرتفع الذي يأتي بهذا الاتجاه، والذي هو طبعا يوضح بأننا بجانب طريق، وهذه هي المنطقة المفتوحة، وبالتالي الطائرات المروحية الروسية من نوع KA-52 هي موجودة على طول هذا الطريق. وهذا باختصار يعني بأننا أمام نقطة متقدمة أخرى. كل هذه الصور هي موثقة من 22 فبراير، أي إنها صور حديثة جدا، وأن ليس هنالك أي اهتمام من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاه ما ممكن أن يحدث. وبالتالي هذه المنطقة إذا ما تقدمت بهذا الاتجاه، طبعا هذه المنطقة التي نتحدث عنها هي تأتي على مسافة 35 كيلومترا فقط للدخول إلى هذه الحدود، وهذه طبعا النقطة الأخرى على مسافة 40 كيلومترا، وبمجرد الدخول إلى الحدود الأوكرانية من بيلاروسيا من هاتين النقطتين، فهم كل ما تحتاجه هذه القوات هي 110 كيلومتر للوصول إلى العاصمة الأوكرانية كييف بشكل مباشر. كذلك أن هنالك تطور مهم جدا يجري في الجنوب، كما تحدثنا في شبه جزيرة القرم. إذا ما لاحظنا هذا الفيديو القادم من يوم أمس بتاريخ 22 فبراير، سنلاحظ التحشيدات الهائلة جدا التي تأتي بهذه الراجمات الروسية بهذا الشكل، وكذلك الدبابات، واضح جدا بأنها موجودة في مساحات مفتوحة بالنسبة لهذه الدبابات الروسية. وإذا ما ألقينا نظرة قليلة مركزة على هذا الموضوع، هي ساحة مفتوحة وهنالك طواحين موجودة في الخلف بهذا الاتجاه بعدد كبير وهائل للغاية. وبالتالي إذا ما أردنا أن نذهب إلى القمر الصناعي مرة أخرى على عجالة لكي نعرف أين تتواجد بالضبط هذه النقطة تحديدا، وتوجهنا إلى شبه جزيرة القرم. وطبعا التحشيدات في شبه جزيرة القرم هي ليست اليوم أو حتى البارحة، ولكن هي حقيقة في عملية تزايد. دعونا نقترب من هذه النقطة قليلا لنلاحظ عملية التحشيد التي تجري في هذه المنطقة تحديدا، وسنلاحظ هنا بما أننا اقتربنا من هذه المنطقة، دعونا نقترب من هذه المنطقة مرة ثانية التي تأتي هي جزءا من التحشيدات. هنا تحشيدات، هنا تحشيدات، وهنا تحشيدات، لكن دعونا نركز على هذه المنطقة قليلا، وسنلاحظ إذا ما ألقينا نظرة على هذه المنطقة وابتعدنا وحاولنا أن نقلب هذه الصورة 180 درجة لكي نقارن ونرى هذه الساحة التي تتواجد فيها هذه الدبابات التي طبعا نتحدث عنها، سنلاحظ بأننا هنا طبعا أمام هذه المياه. إذا ما توقفنا هنا بهذا الاتجاه، وأي شخص يقف بهذا الاتجاه ليلقي نظرة على الساحة هذه، سيكون هو أمام منظر
يبدو مشابها ومقاربا لصورة الدبابات التي تحدثنا عنها والمدرعات والراجمات بكل تأكيد، وتحديدا الدبابات التي نظرنا إليها ستكون أنت تنظر إلى هذا المنظر وستلاحظ بأن هنالك الطواحين بالجهتين مع هذه الساحة الفارغة بكل تأكيد. وبعد ذلك إذا ما توجهنا أيضا إلى القمر الصناعي مرة أخرى لنأخذ نقطة أخرى وهي نقطة شمالية نوعا ما أبعد من هذه النقطة، دعونا نلقي نظرة على هذه المنطقة تحديدا، سنلاحظ بأننا أمام عدد لا بأس به من الطواحين موجودة بهذا الاتجاه لكي نقارن بشكل دقيق هذه المنطقة، وسنلاحظ بأننا أمام هنا كما تلاحظون الطواحين بهذين الاتجاهين، وبالتالي هنا أصبحنا أمام حقيقة واقعية، خاصة وأن بالنظر إلى هذه الطواحين وإلى الصورة التي عرضناها بالإضافة إلى أن هنالك قاعدة تأتي إلى شمال هذه الساحة كان فيها تحشيد كبير جدا من القوات الروسية في الفترة الأخيرة، وبالتالي هذا يوضح بأننا نظرنا طبعا ألقينا نظرة بهذا الاتجاه وأخذنا الطواحين التي تحدثنا عنها، هذا يوضح بأننا أمام هذه الساحة بكل تأكيد وأن التصوير كان يأتي من هذا الطريق إلى هذه الساحة، وبالتالي واضح أن هذه الدبابات والمدرعات هي على بعد 450 مترا فقط لكي تصل إلى المياه بهذا الاتجاه، وهذا يعني أن الدبابات والمدرعات تحركت أساسا إلى هذه الساحة استعدادا للتحرك إلى المياه، وعلى هذا الأساس نحن قد نكون أمام فقط انتظار لأوامر عملية الاقتحام من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن اقتحام أي مدينة، اقتحام أي منطقة بالضبط؟ إذا ما جئنا هنا إلى هذه الخارطة مرة ثانية سنلاحظ إن شبه جزيرة القرم هنا عبر المياه ممكن أن تهاجم برمائيا أوديسا بهذا الاتجاه لتأمين شمال البحر الأسود، وبالتالي نحن أمام تحشيدات هنا، تحشيدات في الشمال، تحذيرات كبيرة جدا، وبالتالي قد يكون وتكون السيناريوهات مفتوحة، ولكن في نفس الوقت البنتاغون قبل قليل من الآن هو أكد بأن هنالك العديد من القوات الروسية تحشد على مسافة قريبة جدا من الحدود الأوكرانية على مسافة 5 كيلومتر، و80% من هذه القوات هي مستعدة وفي مواقع متقدمة للتقدم مباشرة إلى الداخل الأوكراني.